سؤال يقول: أقرأ بسرعة لكن بدون تدبر. أجبت على هذا السؤال من قبل وقلت: لا حرج عليك أن تقرأي القرآن قراءة سريعة وهو ما يعرف بالحدر لتحصيل أكبر أجر لقوله صلى الله عليه وآله وسلم، كما في صحيح سنن الترمذي من حديث عبد الله بن مسعود: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها، أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، لكن لا شك ولا ريب أن القراءة لتحصيل الأجر بالتدبر أكمل وأفضل، لقوله تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال ربنا سبحانه وتعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فيجب على المسلم ألا يكون همه آخر السورة، وإنما يجب أن يعيش مع كتاب الله تبارك وتعالى، وأن يحاول أن يتدبر وأن يستوعب عن الله تبارك وتعالى مراده. هذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم في قراءته لكتاب الله عز وجل. قضية إخواني، لا ينبغي أن يكون همنا أن أختم القرآن دون أن أستوعب المعنى، ودون أن أعيش مع كتاب الله تبارك وتعالى، ودون أن أعيش مع المعاني، لا سيما وأنت تقرأ الآن في رمضان في شهر القرآن. إن مررت بآية نعيم فقف وسل الله جل وعلا النعيم، إن مررت بآية عذاب فقف وسل الله تبارك وتعالى أن يقيك من العذاب وأن يحفظك، إلى غير ذلك. فالقراءة بالتدبر والتفكر أولى، واجتهد بقدر الإمكان أن تمنح وقتا إضافيا جديدا لقراءة القرآن، لا سيما وأنت في شهر القرآن. زوجي تقول زوجي